السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في على شاشة الاقتصادية عبر استوديو الاقتصادية لتغطية لمؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد لهذا اليوم الذي يقع فعالياته في مدينة الرياض العاصمة السعودية. وللحديث عن هذا المؤتمر دعونا نرحب بضيفنا هنا في استوديو الاقتصادية الأستاذ عمرو حابس نائب المدير العام لدي اتش ال. أهلا وسهلا بك، حياك الله. حياك الله أحمد، وأشكرك على الاستضافة، وأتمنى لي ولجميع المشاركين لهذا المؤتمر الأول من نوعه التوفيق إن شاء الله والسداد. حياك الله أستاذ. يعني عمرو، يعني لو تعطينا نبذة أو تعريفية عن المصطلحين هذول، يعني الكثير تساءل يعني حول هذا المؤتمر، يعني ما هو الإمداد وما هو التوريد، ما هو سلاسل يعني الإمداد وهي سلاسل التوريد؟ نعم، أولا سلاسل الإمداد والتوريد هو مصطلح معرب لسبلاي تشين، وهو مصطلح إنجليزي تقريبا، مصطلح قديم جدا، وتم إعادة تعريفه أو إعادة اكتشافه عام 1982 عن طريق شخص اسمه كيث أوليفر، اللي هو طرح كلمة سبلاي تشين مانجمنت أو إدارة سلاسل الإمداد لأول مرة في إطار الأعمال. حقيقة في عدم فهم لكلمة سلاسل الإمداد بشكل كامل، حيث بعض الناس يربطوا كلمة سلاسل الإمداد بمفهوم الخدمات اللوجستية، والخدمات اللوجستية هي فقط جزء بسيط من كلمة سلاسل الإمداد. يعني نستطيع أن نقول سلاسل الإمداد هي الخدمة من تقريبا تعريف الاحتياج إلى منتج إلى تقريبا العمل في هذا المنتج، أو نهاية توصيله للعميل، ومن ثم أحيانا يسموها ريفيرس لوجيستكس إلى الاسترداد للجهة اللي قامت بتوريد المنتجات. يعني نعم. طيب أهمية هذا المؤتمر إلى ماذا يهدف؟ غايات هذا المؤتمر، يعني وهو الأول من نوعه يعني في المملكة العربية السعودية، إلى ماذا يهدف؟ نعم، يعني أولا لما أشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لحجم الفرص المهدرة بسبب تواجدنا وعدم إدراكنا للواقع المحيط بنا في المنطقة، وتميز المنطقة وإمكانية ربط تقريبا ثلاث قارات ببعض، تكلم على أفريقيا وآسيا وحتى ممكن أوروبا، فحقيقة كان لازم إسقاط بعض الضوء على أهمية هذا الموضوع، وأيضا تعزيز الفهم لتقريبا كل القطاعات المشاركة في منصة سلاسل الإمداد والتوريد. فأهمية هذا المؤتمر حقيقة، وأهمية بعض الأوراق المشاركة في هذا المؤتمر تتضمن تثقيف الرأي العام والقطاع الخاص بأهمية سلاسل الإمداد الاستراتيجية، ووضعها ومزجها مع الاستراتيجيات في بيئة العمل. نعم. طيب، يعني الآن المملكة العربية السعودية تعيش رؤية تريد أن تحققها، يعني قوة المملكة العربية السعودية بنيت عليها رؤية السعودية 2030. نجد أن السعودية هي العمق العربي، العمق الإسلامي أيضا، وقوة استثمارية رائدة، ومحور ربط أيضا بين قارات. أين تكمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في هذا المؤتمر؟ الرؤية لو أتكلم بحد زي ما يقولوا هاي ليفل، يعني بحد عالي جدا، بتعريف بسيط جدا، أهمية سلاسل الإمداد والتوريد تكمن في ربط الفرص الاستثمارية اللي تتواكب مع الرؤية، هذا بحد كبير جدا. في تفاصيل يا حمد يعني كثير جدا، ويمكن لا يسع لا اليوم ولا حتى أيام قادمة إلى التطرق لها، لأنه متشعبة جدا. وزي ما أنت طرحت، يعني إحنا الآن بنعيش في فترة يعني اقتصادية فيها زي ما يسمى disruption، يعني لازم نفكر من خارج الصندوق وتسيز يعني كل الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي أي مجال، ودمج جميع المجالات مع بعض، دمج المجالات الاستثمارية ودمج مجالات بيئة العمل لن يتم إلا بالتطرق بطريقة صحيحة إلى سلاسل الإمداد
والتوريد. نعم. طيب كلما زادت قوة سلاسل الإمداد واللوجستية لدينا سواء كانت بريا أو جويا أو بحريا، كلما استحوذ على فرص أكثر تعزز من تنوع مصادر الدخل. سؤالي هنا أستاذ عمرو، يعني ما انعكاسات ذلك على تطور القطاع الخاص؟ أوكي، أولاً الاستفادات التي تستفيد منها القطاع الخاص. نعم، أولاً أنا أحب أشارك ببعض الأرقام اللي ممكن تكون محفزة وممكن تكون مثيرة للانتباه إذا سمح التعبير. يعني الآن في سوق العمل مثلاً في أكثر من 80 إلى 90% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة حتى ما يدركوا إيش معنى سلاسل الإمداد، ولا يدركوا أهمية سلاسل الإمداد وربطها بما يتناسب مع استراتيجيات الشركات. هذه أول معضلة عندنا. فحدث زي اللي صاير اليوم كمؤتمر الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، أتوقع لي بعد تثقيفي وتوعوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة حتى في إدراك أهمية هذا البعد والاستفادة منه في تطبيق الأعمال. مثال آخر، أكثر من 50% من المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة تتعرض للفشل أو صعوبات في بداية مسيرة رواد الأعمال بسبب عدم الفهم التام أو حتى الجزئي لأهمية سلاسل الإمداد والتوريد. فأنا لما أجي أتكلم أو حتى غيري من المختصين في هذا المجال لما نجي نتكلم، أحيانا يكون في بعد عند بعض رواد الأعمال اللي هو البعد اللي يكمن في تخفيض التكاليف واللي هو الكوست ريدكشن إذا سمح التعبير. فعدم إدراك أهمية سلاسل الإمداد والتوريد في انعكاس سلبي على حتى الكوست ريدكشن. يعني في دراسات أثبتت إنه معظم الشركات الناجحة واللي عندها سستينابيليتي اللي مستمرة في السوق سر نجاحها هو تخصيص فهم حقيقي لكلمة سلاسل الإمداد والتوريد. وهذه الشركات الدراسات أثبتت إنه استطاعت خفض التكاليف بنسبة 15%. يعني هذه دعوة للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال وحتى المنشآت اللي يعني حلفها الحظ وأبدعت في مجالاتها إلى إعادة رؤية الشركات وإعادة رؤية الاستراتيجيات والنظر بما يتناسب مع سلاسل الإمداد والتوريد. أنا ممكن أعطيك أمثلة، مثلا شركة زي أمازون. نعم. شركة زي أمازون لا يمكن في شركة بهذه الضخامة أو حتى أبل إنها تصل إلى كلمة customer satisfaction أو حتى customer centric orientation إلا إذا كان عندها نظام supply chain أو نظام سلاسل الإمداد وتوريد قوي جدا. وللأسف بعض الشركات الناشئة في السعودية أو حتى الصغيرة والمتوسطة يبدأوا الأعمال وبعد فترة اكتشفوا إنه عندهم خلل رهيب في الاستراتيجيات. والخلل هذا يكمن في ما ممكن أن أربطه بشيء اسمه إيكاروس بارادوكس، واللي نظرية يعني بشكل بسيط تقول إنه إحنا لازم كل ما نتقدم خطوة في العمل لازم ترفلكت باك، يعني بنشوف إحنا إيش سوينا في أنفسنا، هل ما زالت الخطط الموضوعة تتناسب مع الوضع الحالي، تتناسب مع النمو. نعم. في نطاق العمل اللي احنا يعني قررنا نخوض الغمار فيه. فهذه للاسف المشكله، بعض هذه المعضلات البسيطه رواد الاعمال ينسوا انه يلتفتوا لها بعد نجاح جزئي او حتى نجاح كلي، مما ينعكس سلبا على هذه الشركات في على المدى الطويل. احنا راح نتحدث يعني عن التحديات اللي واجهها القطاع الخاص، لكن ما هي المناطق الكامنه للاستفاده من سلسله التوريد، يعني التوريد بالنسبه للقطاع الخاص؟ كيف يستفيد في مثل هذه المؤتمرات؟ طيب. وانت يعني احد الشخصيات اللي يعني اللي يعمل في القطاع الخاص يعني. نعم. وايضا في قطاع النقل. نعم. انا اقدر اتكلم على هذا المحور عن طريق عنصرين مهمه. العنصر الاول هو الاستدامه في العمل، بمعنى انه انا يكون عندي قاعده عملاء واحاول احافظ عليها واحيانا احاول انميها ايضا. هذا المحور الاول. المحور الاخر واللي هو محور مهم جدا
اللي هو كيف الاستجابة لمتطلبات العميل اللي جالسة تتزايد بشكل تسارعي فظيع. يعني أعطيك مثال الآن لمن نتكلم عن شركة جرير كشركة ناجحة في القطاع اللي هم ما شاء الله تبارك الله شغالين فيه. الآن جرير بتقدم خدمات، اللي يطل في الخدمات هذه بيعرف إنه هدف الشركة هو الوصول إلى إرضاء العميل بطريق أو بآخر. يعني أنا لما أجي أتكلم على مثلا التوصيل عن طريق الطلبات الأونلاين، الطريق المنزلي اللي بياخد يوم أو يومين حتى، الوصول لهذه الفعالية في خدمة العملاء لا يمكن يتم إلا إذا كان في وراءه نظام سبلاي تشين أو سلاسل إمداد وتوريد قوي جدا. وهذا النظام تحديدا لا يمكن الاستعانة بخبرات سابقة أو بمنظومة عمل سابقة وأسوي لها زي ما يقولوا ريفليكشن على بيئة العمل اليوم. لازم في تحديث رهيب على الأنظمة الآي تي، على أنظمة السبلاي تشين، وزي ما يقولوا تمارج توجذر عشان نوصل للحالة اللي ممكن ترضي العميل وترضي صاحب العمل أيضا. نعم. طيب يعني في كل خطوة يعني جديدة تتخذ يعني لازم يعني يكون هناك بعض التحديات. يعني ما هي التحديات يعني الكبرى اللي يواجهها القطاع الخاص في مواجهة مثل هذه يعني الخطوات والتشريعات الجديدة الآن اللي قاعدة تصير يعني من خلال رؤية 2030؟ نعم، أيضا عندي جواب لهذا السؤال في يتضمن في ثلاث محاور. المحور الأول عدم التركيز على الغايات أو الأهداف قصيرة المدى. يعني أنا في شركة مثلا خاصة لما يكون تفكيري في على بورد ليفل او حتى على ليدنج بوزيشن على يعني مناصب قياديه، لما يكون تفكيري فقط في كيف انا بحاول يعني اعيش الشهرين او الثلاثه شهور القادمه او حتى السنه القادمه، فانا بضيع فرصه كبيره اللي هي فرصه الاستمراريه في المجال. وهذا ينعكس يعني في بعض رواد الأعمال أو حتى أصحاب الأعمال، إنه التفكير على مثلا كيف طريقة تخفيض المصروفات، كيف طريقة إني أنا أكون بس عايش في هذه اللحظة في سوق العمل، وهذا له انعكاس سلبي شديد جدا يعني يتواءم مع تقدم الشركات في العمر. هذا المحور الأول. المحور الثاني يجب الاستثمار في منصة تسمح لنا في التعايش مع ما يتواكب في رؤية برؤية 2030. فبدون الاستثمار وبدون تغيير المايند سيت أو طريقة التفكير مرة ثانية حنلاقي أنفسنا إنه إحنا بنتراجع أو ممكن ننمو في السوق، بس يكون نمو بطيء جدا مقارنة بالمنافسين، سواء المنافسين المحليين أو حتى المنافسين الخارجيين. النقطة الأخيرة اللي يعني أود أتطرق لها بخصوص هذا السؤال موضوع التخصصية. الآن إحنا لما نتكلم مرة ثانية عن شركة زي أمازون أو حتى أبل، تلاقي الشركة هذه متخصصة فقط في الشيء اللي هم يبرعوا فيه. أي شيء آخر، أنا أتكلم تحديداً على السبلاي تشين أو سلاسل الإمداد والتوريد، أي شيء آخر في هذا الخصوص بيعطوه للشركات أو الجهات اللي أبدعت وعندها فهم وإدراك فين السوق واقف اليوم وفين ممكن يتقدم في يعني المستقبل القريب وحتى المستقبل البعيد. نعم، هناك يعني جهات كثيرة يعني مرتبطة بهذا المؤتمر من ناحية يعني القطاع البحري، القطاع البري، القطاع النقل الجوي. يعني كيف تكمن أهميتها من ناحية التكامل بين هذه الجهات وربطها وعملها يعني بنظام واحد ليسهل يسهل الأعمال هذه للقطاع الخاص؟ نعم، التكامل الموجود هذا يدل يعني دلالة كاملة على إنه إحنا نعيش في فترة جلوبالي يعني على شكل عالمي، إحنا بنعيش في فترة اقتصاديا صعبة، والصعوبة تكمن في التحديات. يعني يجب على كل مؤسسة إنها يعني تستفيد من كل الفرص الموجودة، ما شأنها يرفع من القيمة الإنتاجية في هذه المؤسسات، وأيضا القيمة التكاملية مع بعض المؤسسات الأخرى. يعني بشكل مبسط جدا، لن نستطيع النهوض
والتواكب مع رؤية 2030 إلا إذا أعدنا نمط التفكير بما يتخصص في موضوع السبلاي تشين أو سلاسل الإمداد والتوريد. يعني كيف طيب تنظرون يعني كقطاع خاص كيف تنظرون إلى التشريعات والتنظيمات الذي يعني تحصل في الآونة الأخيرة؟ يعني خلال تقريبا أقل من سنة هناك تغيير كبير جدا، يعني من ناحية مصلحة الجمارك، من ناحية هيئة النقل، من ناحية وزارة النقل، تنظيمات تشريعات أتت يعني بشكل كبير وبشكل إيجابي. يعني كيف تنظرون انعكاسات ذلك على قطاع الخاص، يعني قطاع النقل الخاص في المملكة العربية السعودية؟ هذا سؤال مهم جدا جدا. المثل يقول لك يد واحدة لا تصفق. الآن لما نتكلم على بعض المنشآت الحكومية وبعض المبادرات الحكومية، حقيقة اليوم سمعت من الدكتور معالي الدكتور رميح ومعالي الدكتور أحمد الحقباني حقيقة كلام يثلج الصدر، لكن مرة أخرى يعني يد واحدة لا تصفق. الهدف أنه إيصال هذه الرسالة بالفعل إلى القطاع الخاص وإلى بعض القطاعات المعنية اللي هي في النهاية بتشكل المستفيد الأول والأخير لهذه الخدمات. يعني حقيقة الأسماء اللي سمعتها اليوم يعني أعطتني انطباع أنه في عدم سمع من القطاع الخاص للأمور اللي بتحدث، والأمور اللي بتحدث بشكل تسارعي جدا. فأنا رسالتي للقطاع الخاص أنه يجب الوقوف والتريث وإعادة النظر في الاستراتيجيات، وإعادة النظر في استراتيجيات السبلاي تشين أو سلاسل الإمداد والتوريد، ودمجها مع الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى وحتى قصيرة المدى. يجب على القطاع الخاص الصبر في المواضيع اللي احنا الآن يعني بنشوفها، يجب الصبر والتحلي بروح التحدي وإدراك الفرص المهدرة بطريقة إعادة تنظيم السبلاي تشين أو إعادة تنظيم النظر بالسبلاي تشين في داخل الشركات الخاصة. نعم، طيب كيف تنظر إلى التقنية والابتكار في التقنية يعني في خلال هذا المؤتمر، يعني ومن خلال سلاسل الإمداد والتوريد؟ هل هناك فوائد؟ ما هي فوائدها وما هي إيجابياتها على هذا القطاع؟ نعم، يعني الآن لما نجي نتكلم مثلا على التقنيات، حرجع أتكلم على مثلا شركة جرير. شركة جرير استفادت من موضوع التوصيل المنزلي، هذا لي بعد رهيب، وأنا يعني رؤيتي الشخصية إنه حيخلي شركة زي مثلا جرير أو حتى الشركات المنافسة إنها تصل لبعد يصعب على المنافسين اللحاق بهم. فالإجابة على هذا السؤال إنه يجب على كل شركة تعرف إيش الخدمة اللوجستية أو خدمات سلاسل الإمداد اللي تتلائم معها اليوم وتتلائم معها في الغد القريب. فمرة أخرى هذه دعوة لجميع الشركات لإعادة النظر في الاستراتيجيات الخاصة بهم، الاستراتيجيات البزنس الخاصة فيهم، وإعادة النظر في موضوع السبلاي تشين، هل هو مدمج مع هذه الاستراتيجيات أو لا؟ نعم، طيب من خلال تعزيز المحتوى المحلي من خلال هذا المؤتمر؟ أنا بالنسبة لي الرسالة الأولى هي تثقيف القطاع الخاص، هذه بالنسبة لي أهم رسالة. يعني إحنا نحتاج مؤتمرات مثيلة ومتعددة، تكون بعضها تخصصية وتكون بعضها عامة. والسبب في هذا الموضوع، السبب في هذا الموضوع مرة أخرى يعني نبى نفتح عيون القطاع الخاص على الفرص المهدرة، الفرص الاستثمارية المهدرة، وأيضا على الفرص اللي أسميها السيرفايفل، يعني إنك بتتعايش في بيئة العمل. نعم، طيب يعني المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 التفتت يعني للاستثمار بشكل كبير جدا، ودعمت أيضا صندوق الاستثمارات العامة بمبالغ يعني كبيرة جدا لدعم الاستثمار في المملكة العربية السعودية. هناك مشاريع كبيرة مثل النيوم والبحر الأحمر والقدية وأيضا جسر الملك سلمان، يعني كيف تنظر انعكاسات هذه الاستثمارات في المملكة العربية السعودية من خلال سلاسل الإمداد والتوريد؟ ما هي الاستفادة منها؟ صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان قال كلمة بسيطة جدا، قال مدينة نيوم هي مدينة للحالمين. فحقيقة هذا بيعطي رسالة، أنا بالنسبة لي رسالة مبطنة لكل شخص عنده القدرة إنه بياخذ المبادرة وبياخذ روح التحدي وبياخذ حتى المجازفات، إنه ترى المنصة
العملية أو منصة العمل القادمة لن تسمح بالتساهل، لن تسمح بالبساطة أو بنسميه اللي هو business as usual. يجب إعادة النظر في جميع الاستراتيجيات. يعني هذه أنا بالنسبة لي أهم وأسمى رسالة ممكن أنا أخرج بها اليوم من الملتقى هذا. يعني معالي الأستاذ أحمد الحقباني، معالي الدكتور الرماح أشاروا بطريق مباشر أو غير مباشر إنه الفرص والتغيير حادث. فقط إحنا نحتاج من القطاع الخاص وبعض قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحتى رواد الأعمال إعادة النظر والتقرب إلى الجانب الحكومي والمبادرات الحكومية بما يتلائم مع هذه الرؤية. نشكر ضيفنا على الحضور هنا في استديو الاقتصادية عمرو هاني حابس نائب المدير العام لدي اتش ال. شكرا جزيلا لك على الحضور. أشكرك على إتاحة الفرصة وأتمنى للجميع التوفيق. شكرا. ولا مع فاصل.